الجمعية حملتها هذه المرة تختلف عن الحملات الماضية. الجمعية هذه المرة الماضية الجمعية قررت إجراء 200 كشف مبكر، ولكن نظرا لما ذكره بعض المتدخلين من ضعف الوعي ما جانا في السنة الماضية من 200 ما هو 127 امرأة فقط، 70 منها اكتشفنا فيها أورام خضعت للفحص السريري واكتشفنا فيها أورام. طبعا ذيك الأورام تعود حميضة تعود خبيثة، ولكن اكتشفنا فيها أورام. رجعت للمتابعة مع الأخصائيين. الجمعية ستكرر نفس العملية بإذن الله تعالى، ولكن هذه المرة تحت مظلة الاتحاد العربي لسرطان الثدي الذي تعتبر الجمعية عضو مؤسس فيه، وكذلك هناك أنشطة ستكون متناغمة مع الأنشطة التي ستكون هنالك في الدول الأعضاء في هذا الاتحاد. الجمعية طريقتها هذه المرة في إجراء الفحص أعلنها لاهي تتعاقد مع مؤسسة صحية، ولاهي يخضع السيدات المستعدات للفحص الكشف السريري، الفحص السريري أولا، منها محتاج في اكتشفوا فيه أورام لاهي يخضع للماموغرافي، تتولى الجمعية عنه ذيك التكاليف.